شوكولاتة بيضاء وأخرى سوداء. نحن لسنا في مطبخ حلويات بل في صالون تجميل في دبي مختص في العناية بالبشرة. هناك سوء فهم حول الشوكولاتة، معظم الناس يظنون أنها تسبب السمنة أو حب الشباب، ولكن هذا خاطئ. بالفعل خطر السمنة بسبب الشوكولاتة في هذا الصالون معدوم، إذ يتم مزج مسحوق الكاكاو بمكونات أخرى شائعة الاستعمال في مواد التجميل كمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات. الشوكولاتة السوداء تساعد على تقشير البشرة، فيما البيضاء تساعد على ترطيبها. أنا أحب الشوكولاتة ورائحة الشوكولاتة، كما أن الإحساس بالشوكولاتة فوق الجلد لطيف جداً. إنها فعلاً جيدة جداً، وخلال فترة الرعاية نشم رائحة الشوكولاتة فيساعد هذا على الاسترخاء. متعة الشوكولاتة إذن هي نفسها، إن كانت في الفم أو فوق البشرة، فهي ليست مجرد عامل تسويق جديد، بل مادة فعالة بفضل الفيتامين إي لمستحضرات التجميل.